أما في هذا الجزء هذا نفكر القواعد التعميل، كنا التعميل كان مع ديال القواعد اللي قلتها على التاسعة، إما بالعامل المشترك، إما مسبقها مع رقم واحد، إما رقم زوج، إما رقم ثلاثة، ودائما كنبدا بالعامل المشترك عاد كنفكر في مسبقات العامل. إذا هنايا واش كاين شي عامل مشترك؟ ما كيبان لي حتى شي عامل مشترك. إذا غادي ملي ما كيبان لي حتى شي عامل مشترك مع الكل، كنحاول نعمل الجزء، أو هذا الجزء معمل غنعمل هذا الجزء هذا. إذا غتعطينا جوج في إكس زائد ثلاثة، غادي يبقى كيما هو. باش نعمل ولكن هذا راه ما نعملش نقدر نعمل هذا شنو هو اكس وسيدنا ناقص 4 وسيدنا اللي هي 16 ياك دونك تساوي 2 اكس زائد 3 اكس زائد 4 هذه مطابقة مع رقم 3 ا وسيدنا ناقص وسيدنا هي ناقص بي فيها زائد بي مزيان اذا هذا غير باش كفينا البلاصه نجاوبها هنا اذا شنو هو العامل المشترك دابا هو اكس زائد 4 كطلع هنا غير الى غنعمل به شنو يبقى الى عملت بك زائد 4 هنا غيبقى 2 اكس زائد 3 يعني هذا كل كامل نشرو 2 اكس زائد 2 3 هي 6 هنا شنو اللي يبقى الى عملت بك زائد 4 يبقى هذا هنا الى عملت بك زائد 4 شنو يبقى يبقى هذا ناقص اكس ناقص على ناقص ملي زائد 4 تساوي اكس زائد 4 في 2 اكس ناقص اكس هي اكس 6 زائد 4 هي 10 اذا هذا هو التعريف الحالة المهمة هنا باين عامل مشترك واضح هو اكس ناقص 1 اكس ناقص 1 اذا نعمل به شنو يبقى هنا هنا عندي اكس ناقص 1 وسيدنا يعني اللي عملت وحده يبقى وحده هنا شنو تبقى الى عملت اكس ناقص 1 تبقى ناقص 3 x تساوي إذا x ناقص 1 يبقى على برا في x ناقص 3 x هي ناقص 2 x ناقص 1 صافي راه عملنا بغيت نزيد نعمل ناقص 1 تساوي إلا بغيت نزيد إلا بغيت نوقف أنا نوقف ندير تساوي ناقص x ناقص 1 هذا الناقص والناقص خرجت على برا تبقى 2 x زائد 1 وإلا بغيت نزيد شي شوية هذا الناقص تقلب هذا وتولي 1 ناقص x 2 x زائد 1 انا عندي العقل مقبل هنا بغيت نزيد نطور عمر نطور على هذا الناقص قلبت هذا اكس ناقص 1 ناقص 4 قلبت على كل 1 ناقص اكس نجي عند هذا هذه مطابقة مع رقم 3 بدل هنا عندي اكس ناقص 1 كل سيدنا ناقص 9 هي 3 وسيدنا اذا تساوي اكس ناقص 1 ناقص 3 هي ا وسيدنا ناقص بي وسيدنا هي ا ناقص بي يعني هي ا هي ناقص بي في ا اللي هي اكس ناقص 1 زائد بي اللي هي 3 ونعوض دابا او نحسب عفوا ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4 ناقص 1 زائد 3 هي زائد 2 مش على هذا هذه اكس 3 مع مرة بقاتش مطابقة مع التسعة اللي فيها اكس 3 دونك واخا كاين مطابقة مع اكس 3 ولكن خصنا نديرو 4 ديال الحدود مع هنا 3 اذا غنشوف العامل المشترك اللي هو اكس 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 اذا نعملو في اكس شنو تبقى تبقى اكس 2 زائد 8 اكس زائد 16 تساوي اكس في اكس وسيدنا نخليوها هكاك 8 هي 2 في 4 في اكس هذه هي 8 اكس 16 هي 4 وسيدنا اذا هذه ولات متطابقة هامة ا وسيدنا زائد 2 ا بي زائد بي وسيدنا كتساوي اكس زائد 4 الكل وسيدنا اذا عملناها صحيح لا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب ثم التسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا ثم ارسال الفيديو الى اصدقائك عن طريق ازرار المواقع الاجتماعية الموجودة هنا الى اللقاء